خلينا نبدا فيلم. السلام عليكم. اش وقت ضحك عليا على واحد الكلمه قلتها. المهم اخوتي قبل ما كنت سالينا الفيديو ديال الشرح ديال التطبيق جينا شويه ندورو انا واشواق نبدلو الحومه نشوفو كي دايره ديالنا الجديده. ندوروكم معنا هاد الجريده قريبه صراحه زوينه. اكتشفت هذاك ما خرجتش كندور قلت له يلا يلا يديك تشوف واحد الجريده. الجريده زوينه عائليه الناس كيف ما كتشوفوا راه كاينين مورا كيلعبوا الناس فيها سبور عندنا هنا بحال شكل كبير مشى هكا طويل فين تلعب سبور وكاين بارك فين يلعبوا الالعاب فين كيلعبوا الدراري وفين كيجلسوا العائلات هكا. تقدر تجيو شي نهار على الصباح ندوزو النهار هنا زوين جيبوا معنا الغدا ندوزو شي نهار كلشي يكون جواع خليكم معنا ندير بكم شي دويره صغيره. كتمشى زيد ما تخافيش شو كي كتمشى ابشوي شو؟ صافا؟ أشواق جا الحمر هيا غطا هيا غطا هيا غطا جو يا سلامة بكم جديد. المهم اخوتي حنا طايحين من السماء حنا من السماء السماء جايه للارض جايه من الجرده لهنا كيف ما شفتوا تحت الظلام ودابا غادي نمشي لواحد المول ما عمرنا ما صورنا لكم شي فيديو ولا لقطات في هذا المول نصور لكم واحد اللقطات الصراحه هذا هو المول اللي كيعجبني بزاف هنا في العين خليكم معنا قريب لنا 5 دقائق على الرجل كنوصلوا يلا خليكم معنا Oh,
كاين واحد المحل هنا سميتو ماكس، واه ديما كيديروا عروض ديجا كيطا اوريجين واعره. يلا دخل سيل تركي ياه هاد ماكس كاين هنا فين غتدخلوا الدخله، كاين هنا هادشي ديال الالعاب كلش غتلقاو ماكس هنا عندهم داكشي واعر، وخلينا واحد الخاص حنا غنشاركوه معاكم. المهم باش نصوركم فيديو نختمو به، حنا دابا ماشيين للدار كيف ما كتشوفوا، لبست في ديك البلاصه اللي تما لبست لك البودي باش تعرفوا الى واحد خديت هذا صراحه ما كنتش عولا ناخذ والله ولكن خديت هذا، ويونس خدا قميجه في البيض. وبغيت نشارك معكم واحد المعلومه للناس اللي هنا وغيتقداو من هنا، شاركوا في واحد البطاقه ديال الشكر كتعطيوهم رقم، غير كتمشيو تخلصوا كتعطيوهم رقم التليفون كيسجلوكم. حنايا كنا تسجلنا ديجا معكم تقديش من عندهم وتقديش، انا ما كنتش بارطاجيت معكم اخر مره تقديت، هما كيكون عندهم اسمين زوينين والبيسات واعرين كيديروا عروض، ومن غير العروض هذه المره انا شريت هذا التريكو 50 درهم والقميجه ديالهم ب 55 درهم، ولكن خلصنا غير 44 درهم حيت كنا جمعنا النقاط ديك المره، كان عندنا 61 درهم خلصناها بديك البطاقه و 44 درهم باقي. المهم بغيت باش ما يجيش الفيديو طويل، حنا ديجا ما كناش عوالين باش نصورو ونطولو، ولكن بغينا نشاركو معاكم الحومه الجديده ديالنا. دابا حنا قرابين نوصلو اصلا، يعني مشينا غير في المنطقه ما بعدناش، واللي اول مره يشوف الفيديو ديالنا ويشوف يتعرف على القناه ديالنا ويضغط على الجرس باش يوصلو كل جديد. هيا
وما تنساوش اللايك ديما تشجيعات منكم حنا محتاجينكم بزاف. كومونتير جينا حنا في الدرب مظلام كنبغيوكم بزاف وشوفوكم في فيديو جديد ان شاء الله.